صباح الخير مشاهدي الأحباب في كل مكان، بداية أسبوع موفق، نحييكم عبر شاشة قناة الشروق وبرنامج صباح الشروق. نتمنى تكون إن شاء الله حلقة جميلة مميزة وتلامس كثير جدا من القضايا، وإن شاء الله تكون قضايا مميزة نقدر نطرحها من خلال شاشة الشروق. مرحبا بكم ومرحبا بك يا ناجي، صباح الخير. مرحبا محمد، صباح الخير. صباح الخير على هذا الوطن الحبيب المترامي بكل أطرافه. صباح الخير على كل الذين يحملون ملامح المحبة والإخاء والترابط في شمالنا الحبيب وفي جنوبنا وفي شرقنا وغربنا، يشكلون بوتقة تنصهر فيها كل معالم الحب والإخاء في هذا الوسط الحبيب. صباح يا محمد يحمل عبير وعبق هذا الحب الكبير، والوطن يتعرض لواحدة من الكوارث الأليمة جدا. نعم. قبل 100 عام نحن دائما بنقول إنه يا إيد أبوي على إيد أخوي على إيدنا، إيد على إيد تجدع بعيد في اللجة من رأس ميضنا. نعم، نحن نتمنى إن شاء الله إنه يعني ربنا يخفف على كل الأهل والأحباب في الذين اضطروا بسيول الفيضانات، وإن شاء الله ربنا يهدي السلام والعافية للجميع. مباشرة نذهب إلى لحن الصباح نهدي لكل الأحباب وكل المشاهدين. قصر الشوق لو هداك حبيب قمر محال، أنا قصري هداك يا 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 قصر الشوق لو هداك حبيب قمر.
شباب اليوم.